نشوفوا شي حل جماعي باش ينقذوا ما يمكن انقاذه من هاد الشجره تاع ارقل اللي راهم هنايا ضاعوا يبس لهاد العام كان تقريبا الجفاف. ناشدوا مسؤولين باش يدخلوا تدخل استعجالي باش ينقذوا هاد الشجرات اللي بقاو تاع ارقل. المدير مصطفى زروان المدير الاقليمي للمياه والغابات وبحيرات التصحر ببركان. بالنسبه لهذا النبته نتاع اركان فهي متواجده في الجنوب الغربي المغربي، وكاين واحد الخاصيه نتاع التواجد نتاع واحد البوكي في غابه بني زناسن. هذا البوكي كاين واحد المساحه تقديريه تقريبا نتاع 150 هكتار، ولاني كانت الإدارة دخلت في واحد إعادة تخليف واحد 20 هكتار واللي الآن مسيجة، وكانت كتحاول بتعاون مع استغلال تعاونية محلية نسوية اللي كتحاول تستغل هاد المنتوجات نتاع هاد شجر الأرقال. وفي هاد المساحة كاين الكثافة جد ضعيفة، هي تقريبا عندنا واحد 1000 شجرة نتاع الأرقان كاع في هاد المساحة. كنحاولوا ما أمكن بمجهودات، كنتعامل بواحد الصفقة لإعادة التخليف في سنة 2013 اللي حاولنا نغرسوا واحد 8000 غرسة من شجر الأرقان. ولأني ما كاين هاد شجر الأرقان كيتطلب واحد العنايه مستمره، ولكن لحد الان ما كاينش شي زعما شي اليه نتاع مواصله هذه المجهودات ما عدا هذيك التسييج المنطقه المسيجه. اش نديروا نشوفوا شي حل باش نبقاو نسقيو هذا الشجر، خصوصا في شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 هاد ضروري خص ارقان يتسقى. تعاونية نسائية تأسست سنة 2003 شهر 7، في السنة تاع التأسيس ديالها كانت تعاونية يعني تقليدية. عيساوي حنان مدير التعاونية النجاح ترقان محجوبة. هاد التعاونية تعاونية نسائية تأسست سنة 2003 شهر 7، وفي ديك السنة تاع التأسيس ديالها كانت تعاونية يعني تقليدية، كان داكشي يخدمو غير باليد، كانوا يهرسوا القطو الحاب يهرسوه، كانوا يديروا غير تقريبا الزيت نتاع الأكل الأليمونتيغ، ماشي كانوا يديروا غير الأليمونتيغ. من بعد 2003 حتى 2012 كانت زيارة ملكية تاع سيدنا الله ينصرو، واستفدنا معاه في إطار المبادرة الوطنية بالتجهيزات نتاع أرقان، واستفدنا عاود بأرقان كامل يعني كيفاش نطحنوا الزيت، كيفاش نقليوها باش نصفيوها، يعني كامل هاد الماتيريال استفدنا منه. وديك الساعة صافي ما بقيناش نخدموا ديك الرحة نتاع اليد، رجعنا نديروا في لاماشين، وحتى الزيت يعني كتربح الوقت وتربح الكميه تاع الزيت ما تضيعش، وزدنا الزيت نتاع التجميل. خصنا نشوفوا شي حل جماعي باش ينقذوا ما يمكن ينقذوا من هاد الشجره تاع ارقل اللي راهم هنايا. الحديث عن شجرة الأرقان هو في حد ذاته الحديث عن تميز مغربي بهذه الشجرة على المستوى العالمي،
وبالخصوص في الجنوب المغربي اللي كتعرف واحد الانتشار كبير لهذه الشجره. والتواجد ديالو باقليم بركان خاصه بجامعه ديال الشفيعيه هو اضافه نوعيه لما تسخر به هذه المنطقه من غطاء نباتي جد مميز. كما ان المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ساهمت في تطوير وتثمين هذا المنتوج عبر خلق تعاونيه اللي كتجمع وتحويل الجمعيه الى تعاونيه من دوار محجوبه بجامعه الشفيعيه، وتطوير وتثمين المنتوج عبر بناء وحده لإنتاج زيت الأرغان والمشتقات دياله.